بتمنى يا فاسو تكون فهمان منيح كل الشروط المكتوبة بوصية الأستاذ دينانات. جدك يا فاسو كان يحبك كتير وانت بتعرف هالشي. أنا واثق إنه كتب هاي الوصية بعد ما فكر منيح بالموضوع. أنت عم تحكي جد عمو؟ أنت بتقصد إني لازم أترك مدرستي يلي أنا تعلمت فيها وروح على مدرسة تانية لأنه هو هيك بده؟ إيه تماماً. ومو بس هيك كمان، أنت لازم تقعد بهذا الحي بالذات ولازم تكمل دراستك للآخر. إيه هي اسمها ولدني. قصدي كيف جده كتب هيك وصية؟ أنا الوريث الوحيد لهي الممتلكات كلها، يعني لا أحصل على ممتلكاتي لازم أقعد بحي وسخ لسنة كاملة؟ عن جد عم يحكي؟ ليش هيك ساوى فيني؟ حبيبي فاسو هذا مستند قانوني، معناها نحن الاثنين ما فينا نعمل شي حتى لو بدنا. ليك إذا بدك تحصل على كل ممتلكات جدك لازم توافق على كل الشروط المكتوبة بهي الوصية ولسنة كاملة. أنا وكل الأوصياء عليك رح ندير بالنا على هي الممتلكات لحتى ما تضيع، لهيك لازم تبقى بهذا الحي وتخلص مدرستك، وإذا بتنجح بعمل هالشي ساعتها كامل الممتلكات رح تكون لإلك، وإلا هي الملكية بكاملة رح تاخدها مؤسسة دينانات الخيرية، وإنت ما رح تحصل غير عن نسبة 1%. أنا آسف نسيت إلك كل عام وإنت بألف خير. شكراً كتير على هالعيد الميلاد المميز يا عمو. عرفك على كادام. مساء الخير. مساء النور ابني. هو ساكن بهذا الحي وكمان رح يعلمك بالمدرسة نفسها مطرح ما تسجلت. هو عمل كل الترتيبات لقعدتك هون. ايه صحيح، من اليوم ورايح المفروض انك دير بالك على حالك. انا آسف فاسو، لا تتوقع مني ساعدك ابدا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.